ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني في الجولة المقبلة مع المنتخب الدنماركي في 9:30 مساء بعد غد الاثنين في قمة مواجهة المجموعة لتحديد المتصدر. ويحتاج منتخب مصر المتصدر بثماني نقاط إلى التعادل أو الفوز ضد الدنمارك من أجل ضمان المركز الأول. ويلتقي متصدر المجموعة الرابعة بين مصر والدنمارك في دور ربع نهائي بطولة العالم وفي المجموعة الثانية التي تضم السويد والبرتغال والمجر وأيسلندا والبرازيل وكاب فيردي.